السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هحاول أسجل لكم جزء من الدرس الأخير بتاع الدرس اللي قبل الأخير اللي هو Cell Divisions، وأهم حاجة فيه النقط اللي احنا هنقولها النهاردة. أول حاجة لازم تعرفوا يا جماعة قبل الانقسام الميتوزيس، أوكي، وهو اسمه بالعربي ميتوزيس، إن الخلية بتعمل حاجة اسمها البروفيز. البروفيز دي بيحصل عندي فيها حاجتين ملهمش تالت. إيه الحاجتين دولة؟ occurrence of some important biological process اللي هي بتعمل فيها حاجات حيوية بتستعد كأنها هتعمل مرحلة ولادة. فشوفوا بقى الست بتستعد ازاي كده قبل ما تولد، الخلية بتقوم بنفس الايه الدور. والمرحلة التانية بنقول فيها duplicating the amount of genetic material اللي هو الدي ان ايه اللي موجود جوه الكروموسومز، بيبتدي الدي ان ايه يزيد، duplicating يعني تضاعف. بس قبل ما before cell division الخلية بتبقى واقفة كده، الكروموسومز فيها بيبقى عبارة عن كروماتيد لوحده، لكن اثناء الانقسام او هي في مرحله البروفيز بتلم كل اتنين كروماتيد مع بعض وبتستعد، فبيبقى الكروماتيد كونكتد فروم ذا سنترومير ويسمى كروموسومز. الحته دي خلي بالكم منها لانها بتيجي كتير ايه في الامتحان. تمام، طيب يلا بينا بقى نبتدي رحلتنا كده ونقول الاربع فيزز اللي هو بيقول عليهم. خلي بالكم البروفيز ما تحسبوهاش مرحله، دي مرحله تمهيديه بس ليها اسم اسمها برو، اسمها ايه انترفيس، سوري اسمها ايه انترفيس. اول مرحله بقى عندي اسمها ايه البروفيز، ودي المرحله الاولى او المرحله الاوليه، وبعدين ميتافيز المرحله الاستوائيه، وبعدين انافيز المرحله الانفصاليه، وبعدين التيلوفيز المرحله النهائيه. هنا بيقول لك ايه الكلام، معلش صعب في الاول بس انا عايزه اقول لكم ان المرحله الاولى عكس المرحله الرابعه، اللي بيحصل هنا بينتهي في الرابعه واللي بيحصل في الرابعه بينتهي في الاولى. اول حاجه بيقول كروماتين ريتيكلم، الكلام لاتيني معناه تتكوندنس او انتنسيفز اللي هي تتكثف تتكثف الشبكه الكروماتينيه. فين دي يا ميس؟ اهي كده، يبقى عندهم استعداد للخروج. تاني كروماتين ريتيكلم كوندنس، تمام. then appears in a form of، لما بيقعدوا يتكثفوني مع بعض كده ويحشدوني، long thin double string. ايه ده مثل انت بتوصفي ايه؟ انا بوصف الكروموسومز. long thin double string كروموسومز عبارة عن شيء طويل كده ورفيع، و double string قصده double chromated، بيلعب بالكلام as figure 1 اهي. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ at the end of this phase، في نهاية هذه المرحلة، نيوكلياس اللي هي النواة دي الصغننة عشان تترسم، and nuclear membrane اللي هو ده اللي هو الدائرة اللي جوه ده، الغشاء اللي هو النواة والغشاء الايه النووي اللي هو حواليها، لازم disappeared. لو حد بيفكر شوية، هما ليه الاتنين دول بيختفوا؟ انا عايز الكروموسومات يا جماعة طلع في مرحلة ولادة، لازم اوسع لها السكة. لو فهمت مش هتعب في الحفظ. A network of filament fibers called spindle fiber. A network of filament fiber. فين الفيلمنت فايبر؟ اللي هو ده. اللي هو النازل ده. اللي هو ده. اللي هو السبندل فايبر اللي هو لونه ايه؟ لونه اصفر ده، اسمه سبندل فايبر. بيطلع من حتة اسمها ايه؟ سنتروسوم. سنتروسومز. غير السنترومير. سنتروسومز. اوكي سنتروسومز. extending between the two poles. هو متخيل الخلية دي قطب شمالي قطب جنوبي زي الكرة الأرضية، فبيقولك الاسبندر فايبر خيوط المغزل دي بتتحرك، اسمها خيوط المغزل، من السنتروسوم الخلية تولدها. تاني يبقى احنا بنختفي عندنا الايه النواة والأغشية النووية، وبيظهر في المقابل الاسبندر فايبر من السنتروسوم. تمام، ما بيشتغلش غير لما النواة ايه تبين، عامل بالظبط كده ايه ده، ما بيشتغلش غير لما دي تختفي. حلوة. H chromosome is connected with the spindle fiber from centromere. ازاي مش شايفين النص؟ فايدة السبندل فايبر يا جماعة انه بيمسك لي الكروموسومات علشان ما تهكش في الخلية، لان انا فتحت لها الحتة اللي كانت ايه واقفة فيها. شفت كده لما انتوا تطلعوا من المدرسة لازم حد ينظمكم عشان ما تقعوش على بعض، او اللي انتوا نازلين من الكلاس ولا طالعين الكلاس بيقول لكم اقفوا طابور. هو انتوا ليه بتقفوا طابور؟ ما تطلعوا، علشان ممكن كل واحد بسرعته يخبط التاني، فطابور على الاقل احنا ايه بنتحكم في مين اللي طالع ومين اللي نازل. فبمسك بمسك الكروموسوم منين؟ من السنترومير. طب السنتروسوم فايدته ايه؟ بيعمل لي بس السبندل فايبر. الميتافيز السبندل فايبر مبروك عليه، بينجح ان هو يصطفهم على خط واحد اللي هو الطابور،
يقفوا ورا ايه؟ ورا بعض، ممسوكين منين؟ arranged at the سيليكويتر اللي هو خط استواء الخليه، اسمها احنا اتفقنا بقى هو عاملها زي الكره الارضيه اسمها سيليكويتر. فالمرحله دي متى في السهله قوي كلمه واحده بس، الكروموسومز وهو عاملها arranged at the سيليكويتر by spindle fiber. الانافيز مرحله الانفصال، هنا الخليه هتبتدي عايزه تعمل لي خليتين بقى، بتفكرني بفول السوداني، حته فوق وحته تحت. ذا سنترومير اوف اتش كروموسوم از بيلت لينس وايز، يعني ايه لينس وايز؟ بتطلع حته فوق وحته تحت، شايفين ده كان لونه ازرق احمر ازاي؟ كروماتيد بيروح فوق وكروماتيد بيروح تحت، كروماتيد بيروح فوق وكروماتيد بيروح تحت، فبينفصل من النص من عند السنترومير انتو تو لينس وايز. الحته دي اسمها لينس وايز بالعرض، يعني ما تفصلوش كده وانت واقف بالطول، افصله وهو نايم كده بالعرض كده، لو ده سنترومير اهو واحد هيروح كده والتاني هيجي كده، تمام؟ تاني هما اهو كده، لو ده كده السنتر واحد هيروح فوق والتاني هيروح ايه؟ تحت، تمام؟ اسمها لينس وايز انتو تو هافز، كده تحول لي الكرومات التاني. يبقى انا تاني في المرحله دي هو ايه يا ميس؟ ده كان كروموسومز. في المرحله دي يا ميس هو ايه؟ كروموسومز برضو تاني. في المرحله دي هو ايه؟ كروموسومز. وفي المرحله دي ميس هو ايه؟ كروموسومز، تمام؟ طب هنا اند السبندل فايبر بيلم نفسه لفوق، بيجان تو شرينك ات ذا بولز اوف ذا سيل اكويترز، بيبتدي يلم نفسه لفوق. ليه؟ الخليه هتتقسم، لو فضل واقف في النص هيضيع الكروموسومات، فبقول لهم انزح انت كده شويه وانزح انت كده شويه، عشان انا هنقسم الخليه منين؟ من النص. فالسبندل فايبر بيجان تو شرينك ايدنتيكال جروب اوف كروموسومز، مش كروموسومز، لا كروماتيد اللي هو السنجل كروماتيد، تمام؟ اتش جروب ميجريت بتهاجر لقطب الخليه، اهو جروب مهاجره شمال وجروب عامله زي الطيور المهاجره. في الاخر خالص بقى مرحله التيلو ايه؟ التيلو فيز. In this phase the spindle fiber disappear، اختفى. طالما ده اختفى مين اللي هيظهر؟ النيوكليوس والايه؟ والنيوكليوس ميمبرين. The spindle fiber disappear nucleus membrane formed each of the cell pools، تمام؟ كل واحد كده يحط بقى، هيتحط لي اتنين مش واحد، عشان هما بقى خليتين ما اتقسمت، فعندي اتنين نيوكليوس ميمبرين اند النيوكليوس از فورمد. الاول الغشاء النووي يتكون، بعد كده النواه ايه؟ تتولد. النيوكليوس والنيوكليوس ميمبرين متخانقين مع السبندل فايبر، دول موجودين دول مش ايه؟ مش موجودين. ذا كروموسوم انسايد ذا نيوكليوس كونفرتد انتو، الكروموسومز بيتحول لي تاني لايه؟ الكروموسوم بيتحول لكروماتين ريتيكولم اللي هو ده. ليه بقى كروماتين ريتيكولم؟ لان احنا قايلين قبل الانقسام الخليه بتبقى عندها ايه؟ كل واحد قاعد لوحده كده، تحول لي كروموسومز بس في مرحله البروفيز وفي مرحله الميتافيز، لكن في المرحلتين الانا والتيل والانترفيز بيبقى كروماتيد، تمام؟ نيوكليوس كروماتين ريتيكولم اجين ات ذا اند اوف ذيس فيز ذا سيل ديفايدد انتو تو نيو سيل كاري ذا سيم نمبر اوف كروموسوم 46 هنا و 46 هنا، وكده الخليه انقسمت ايه؟ كده الخلية انقسمت انقسام ميتوزي، ميتوزيس اور ميوتيك، اوكي ميتوتيك، ميتوتيك بالاي، ميتوتيك ديفيجن. هنا انتهت الجزء الاولاني من الدرس تقريبا في الانقسام، ان شاء الله اشوفكم في الجزء الثاني باذن الله. الى لقاء اخر، اشوفكم على خير في فيديو اخر.